الكريم مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بث مباشرا عبر قناة دبي ريسنج. وتابعتوا ويانا شوط المحليات وشوط المهجنات برفقة زميلي عبد الرحمن أحمد أمين، وكان شوط المحليات من نصيب الشاهينية لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، وشوط المهجنات من نصيب فرحة للسيد حمد بن علي بن جرحب المري. وها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من الثنايا الجعادين المحليات لأبناء الغبايل. مسافتنا 8 كيلومتر، ونداءنا للمراكز 10 الأوائل، وبنتابع وياكم مقدمة هذا الشوط. شاهين في المركز الأول في هذه اللحظات للسيد عبد الله بن هيان، عبد الله بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الثاني نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني مشهور للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الثالث شاهين في المركز الثالث السيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الرابع القالط في المركز الرابع للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. وفي المركز الخامس سلهود للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز السات شاهين في المركز السات للسيد هزيم بن محمد المسافري. وفي المركز السابع للسيد حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي طماع. وفي المركز الثامن مياس، في المركز الثامن للسيد مايد بن سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري. وفي المركز التاسع شاهين للسيد حميد بن سلطان بالكديدة. وفي المركز العاشر نشوف وناخذ اللي في المركز العاشر منور في المركز العاشر للسيد عبد الله بن عيد المنصوري. هذا أول ندى للمراكز 10 الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شاهين. شاهين لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الثاني مشهور في المركز الثاني للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الثالث شاهين للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الرابع القالط للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. وفي المركز الخامس شاهين في المركز الخامس للسيد هزيم بن محمد المسافري. وركز يا ابو محمد. المركز السات نشوف وناخذ اللي في المركز السات طماع للسيد حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي. وفي المركز السابع مياس للسيد مايد بن سعيد بن دعفوس المنصوري. وفي المركز الثامن شاهين في المركز الثامن للسيد حميد بن سلطان بالكديدة. وفي المركز التاسع سلهود للسيد عبد الله بن عني بن حميدان الفلاسي. وفي المركز العاشر منور في المركز العاشر للسيد عبد الله بن عيد المنصوري. طيار الوذبة متواجد هنا على أرضية ميدان المرموم في هذه اليوم وفي هذا الشوط، شوط الثنايا الجعادين المحليات العصايل. هذا ثاني ندى للمراكز 10 الأوائل، وبنسير عند سكان المقدمة مع شاهين. وشاهين منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهو يطمح بفوز هذا الشوط ويهدي الناموس لمالك السيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. والسلامات إلى هالي الهيار. يا سلام على شاهين وعلى هذا الأداء الجميل الذي قدمه في هذا الصباح وفي هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مشهور للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الثالث القالط، والقالط بدأ يقلط من مركز إلى مركز في هذه اللحظات. القالط في المركز
الثالث للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع طماع، طماع في المركز الرابع للسيد حمدان بن محمد بن مصلح الاحبابي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات شاهين للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز السادس شاهين للسيد حميد بن سلطان بالكديدة. وفي المركز السابع شاهين للسيد هزيم بن محمد المسافري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن سلهود للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز التاسع مكلف، في المركز التاسع للسيد معتوق بن ثنية العامري. وفي المركز العاشر منور، في المركز العاشر للسيد عبد الله بن عيد المنصوري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وشاهين لا زال منفرد انفراد كامل، انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط. يا سلام، أداء ممتاز للغاية، وركض تلغائي في هذه اللحظات، ركض تلغائي حتى هذه اللحظات شاهين للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. دير بالك يا بن هيان، بوشقلة غادم على ظهر القلط، يتقلط من مركز إلى مركز، وفي هذه اللحظات قلط إلى المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشهور للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع طماع للسيد حمدان بن محمد بن مصلح الاحبابي. وفي المركز الخامس مكلف للسيد معتوق بن ثنية العامري. وفي المركز السادس، المركز السادس مياس للسيد مايد بن سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري. وفي المركز نشوف المركز السابع، المركز السابع في هذه اللحظات الذيب للسيد مايد بن محمد بن عمي، السيد مايد بن محمد بن عبيد الفلاسي. وفي المركز نشوف المركز الثامن، المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات للسيد حمد بن حسين، للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري. وفي المركز نشوف اللي في المركز العاشر، اللي في المركز العاشر للسيد عبد الله بن علي بن خليفة بن حميدان الفلاسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وبنرجع إلى سكان المقدمة، إلى شاهين والقالط. يا سلام، الاثنين منفردات، انفراد كامل، انفراد كليا عن بقية المراكز، وشاهين لا زال مسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات، ولا زال يطمح بفوز هذا الشوط. يا سلام، لكن القالط من الجانب الثاني يتسلل، يتسلل، يبي ينتزع المركز الأول على حساب شاهين. تسلل ناعم وتسلل ملحوظ بدون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة، السيد حمد بن سالم بوشقلة المري. يا سلام، وشاهين لا زال مسيطر، شاهين والقالط. يا سلام، يا سلام على شاهين وعلى هذا الأداء الجميل الذي قدمه هنا للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، يا سلام، والقالط يحاول، يحاول محاولة بدون أي أوامر، محاولة ذاتية بدون أي أوامر، يحاول أن ينتزع المركز الأول على حساب شاهين، وشاهين لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. والقالط في المركز الثاني للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. يا سلام، يا سلام، يا سلام،
طماع في المركز الثالث، طماع للسيد حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي، أيضا عينه على شاهين وعينه على القالط. يا سلام، أداء ممتاز للغاية. وفي المركز الثاني الذيب، الذيب للسيد مايد بن محمد بن عبيد الفلاسي. وفي المركز الخامس نرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، إلى القالط وإلى شاهين. والقالط بدأ يقلط الآن ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا القالط، القالط قلط على حساب شاهين وغير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط ورد شاهين، رد شاهين فوتو فينش، ينافس على مركز الأول الذي سيطر على هذا المركز تقريبا 6 كيلومتر، سيطر 6 كيلومتر ورد الآن شاهين بفارغ راس، يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط على حساب القالط، على حساب القالط. وها هو شاهين للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري، يرجع الآن ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط، والقالط لا زال قالط، لا زال قالط. 1200 متر يفصل شاهين والقالط وبقية المراكز عن خط النهاية. يا سلام، والمعركة لا زالت طاحنة بدون أي أوامر، بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. القالط بدأ يقلط الآن، التغييرات مستمرة بين القالط وبين شاهين، وبدينا الآن ندخل الكيلومتر الأخير، كيلو الامتحان في تكرم الثنايا وتهان، والجماعة قادمين أيضا. يا سلام، ونحن قادمون إلى المنافسة وإلى القالط وإلى شاهين. يا سلام يا القالط، قلط وانتقل إلى المركز الأول، الجنيه قادم أيضا إلى المركز الثالث للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري. يا سلام يا سلام يا سلام، القالط والجنيه، الجنيه والقالط، وعملة الجنيه مرتفعة اليوم. يا سلام، مع بن جرحب، مع بن جرحب، لكن القالط، القالط لا زال قالط حتى هذه اللحظات. للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. يا سلام، والجنيه قادم، الجنيه قادم للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري، عينه على مقدمة هذا الشوط، عينه على القالط. يا سلام، يبن النقطة الثانية في سباق هذا الصباح وفي هذا اليوم إذا سمح له القالط. يا سلام، والقالط لا زال مسيطر ولا زال قالط بمقدمة هذا الشوط، وهو يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية، والجنيه يتسلل يتسلل يتسلل، والقالط والجنيه، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. يا سلام، القالط والجنيه، القالط والجنيه، القالط لا زال قالط، القالط والجنيه، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، الجنيه والقالط، القالط والجنيه، الجنيه. تهانينا للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري على فوز الجنيه بالمركز الأول، القالط بالمركز الثاني للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري، المركز الثالث، المركز الثالث للسيد عبد الله بن عيد المنصوري، المركز الرابع للسيد مايد بن محمد بن عبيد الفلاسي. ناخذ التوقيت الزمني من مخرجنا بو عدنان، ساعة وصول الجنيه إلى خط النهاية بعدما احتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 23 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري للمرة الثانية، ويسعد الله صباحكم يا هل الدوحة على هذا الفوز وعلى هذا الأداء اللي قدمه الجنيه هنا. المركز الثاني القالط 13 دقيقة 23 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري، والذي وصل في المركز الثالث.